الباراسايكولوجي او علم الطفيليات ده علم بيهتم بالطفيليات بتاعه الاسماك، لان احنا النهارده هنتكلم على امراض الطفيليه للاسماك البحريه. فلو احنا عاوزين نفهم ايه هي الطفيليات، الطفيليات هي كائنات صغيره ممكن تبقى دقيقه لا ترى بالعين المجرده، وممكن تبقى كبيره لدرجه ان انا اشوفها بعيد. بتبقى موجودة على جلد السمكة أو بداخلها، بتعمل مشاكل للسمكة ممكن تؤدي إلى موتها. فده ببساطة الطفيليات. الأهداف بتاعتي النهاردة هم أربع أهداف أتمنى إن أنا أقدر أوصلهم، ودي الحاجة اللي أنا اتعلمتها هناك في التدريب بتاعي. فهنبتدي ان احنا نتعرف باضرار العدوى الطفيليه ونظره عامه على الطفيليات واهم الامراض الطفيليه في الاسماك وازاي اقدر اتعامل مع العدوى الطفيليه. اضرار العدوى الطفيليه، لو انا حابب اوضح وافهم ايه الاضرار اللي ممكن تعملها لي العدوى الطفيليه، ممكن اقسمهم حاجتين: خسائر مباشره وخسائر غير مباشره. الخسائر المباشره في ان انا بيحصل عندي نفوق وبيحصل عندي خسائر ماديه، يعني ان انا جبت ذريعه والذريعه دي اتصابت، فانا بالنسبه لي عندي نفوق ومورتاليتي عاليه او وفيات عاليه، وبالتالي انا كده هخسر الفلوس بتاعتي. اما المشاكل الغير مباشره او الخسائر الغير مباشره في ان دوت ممكن يحصل لي ضعف في الانتاج، ان انا لو انا عندي مزرعه وابتدت ان هي يدخل لها عدوى طفيليه فديت بتسبب ضعف في الانتاج بتاعي، بالاضافه ايضا ان انا ببتدي اتعامل مع ضعف الانتاج دوت بان انا بزود الاعلاف، فده بيؤدي لاستهلاك الاعلاف. بحاول اعالج ممكن تيجي معايا مره وممكن ما تجيش، فده بيسبب برضه استهلاك في الادويه والكيماويات، وده بيأثر على الجودة بتاعة المنتج بتاعي، وفي الآخر إن أنا بحصل على بعض أو الأسماك بتاعتي غير قابلة إن هي تنزل السوق، فدي كلها خسائر. طبعًا الخسائر الغير مباشرة دي بتصب في الآخر على إن عندي خسائر اقتصادية كدولة، إن أنا مش قادر أحصر إيه الفلوس دي كلها رايحة فين؟ سواء في استهلاك الأعلاف أو في استهلاك الأدوية. هنا هو انا عندي ثلاث عوامل لو اتوفروا في نفس الوقت بتبتدي العدوى الطفيليه تظهر عندي. لازم الثلاثه يكونوا موجودين، لو واحد فيهم مش موجود العدوى الطفيليه عندي مش هتظهر. اول عامل هو او الفاكتور الاولاني هو العائل او السمكه، والعامل الثاني هي البيئه، والعامل الثالث هو الطفيل. لو انا جيت بصيت في العامل الاول اللي هو نوع السمكه، لازم السمكه اللي معرضه للاصابه تكون موجوده، بمعنى ان انا عندي بعض الطفيليات ممكن تصيب نوع معين في حين ان هي ممكن ما تصيبش نوع معين تاني. يعني في طفيل زي الاكس مالتيفلس دوت ميه حلوه ما يقدرش ان هو يصيب سمك ميه مالحه، وليكن مثلا زي الدنيس بيصاب بالكريبتوكان. العامل الثاني هو الطفيل. الطفيل لو موجود وبقيه العوامل موجوده اكيد هتحصل عند الاصابه، لكن طول ما انا عامل امان حيوي، وزي ما بقيه الزملاء هيتكلموا باستفاضه عن الامان الحيوي، فده هيمنع العدوى الطفيليه عندي. ثالث حاجه وهي البيئه. البيئه عندي لو هي باد انفايرمنت او بيئه سيئه تسمح بنمو بتكاثر الطفيليات، فهتبتدي ان هي تحصل عندي الاصابه الطفيليه. ايه هي طرق العدوى اللي ممكن تتنقل في الاصابه الطفيليه؟ اول حاجه
هو الاحتكاك المباشر، سواء عن طريق الفم. السمكة ممكن تصاب عن طريق الفم بأن هي بتبتلع المسبب المرضي، أو عن طريق المياه بتتنقل من مكان للتاني، أو الإنسان سواء العامل اللي شغال في المفرخ أو المزرعة ممكن ينقل العدوى من مكان لآخر، وهو ممكن يصاب بالمرض ده. وأيضا في الطيور المهاجرة بتعمل كعائل أو كحامل للأمراض الطفيلية. وأخيرا الأدوات اللي ممكن بستخدمها في المزرعة. شدة الإصابة بتتوقف على نظام التربية ونوع السمك وحجمه وسنه. وفي برضو بعض العوامل البيولوجية والبيئية الخطرة زي الطيور المهاجرة، وخصوصا في منطقة بورسعيد ودمياط الطيور المهاجرة في الشتاء بتبتدي ان هي تنقل بعض الأمراض سواء البكتيرية أو الطفيلية من أماكن بعيدة. ممكن نقسم الطفيليات لحياة مباشرة وحياة غير مباشرة عن طريق العائل. في عائل واحد وده بيسموه دايركت لايف سايكل أو دورة حياة مباشرة، أو عدة عوامل عوائل ممكن الطفيل يبقى موجود فيها. أغلب الطفيليات اللي بتبقى دورة حياتها مباشرة بتحصل الإصابة فيها بشكل كبير، وبيظهر في صورة شديدة، على عكس دورات الحياة الغير مباشرة للطفيليات. ودوت بيؤدي وده بيؤدي لنفوق أعداد كبيرة جدا من الأسماك. ده لو الإصابة بتاعة الطفيل لو هو بصورة مباشرة. أما لو دورة الحياة غير مباشرة فغالبا بيبقى بيتدخل معاها الأفقاريات زي الشكال والحاجات اللي هي القشريات. الأمراض الطفيلية، لو أنا حابب إن أنا أقسم الأمراض الطفيلية على حسب حجمها وشكلها التشريحي، فأنا هقسمها لبروتوزوا أو طفيليات وحيدة الخلية لا ترى بالعين المجردة، وطفيليات عديدة الخلايا ميتازوا، وقشريات طفيلية ديت في بعض الأحيان ممكن إن أنا أشوفها بالعين المجردة. في الطفيليات وحيدة الخلية عندي السيليفورا أو الهبيات، وعندي الفلاجيليتس أو الصوتيات، والسبوروزوا البغيات. طبعا هي الترجمة ممكن تبقى تقيلة شوية، بس دي الترجمة بتاعتها. طيب ممكن برضو نذكر بعض بدورة حياة الطفيليات. انا مش حابب ان انا امسك كل طفيل هتكلم عليه بدورة حياته، ولكن انا هتكلم بشكل عام على الطفيليات. فانا ممكن اقسمها دورة حياة طفيل مباشر او غير مباشر. طفيل مباشر ان انا عندي السمكة بتصاب بالطفيل بالطور المعدي، بيبتدي ان هي تحوصل جواها وينمو، وبعد كده هو بيبتدي يفرز وبيبتدي يتحول ويرجع تاني يصيب نفس الأسماك. ده بالنسبة لدورة حياة الطفيل المباشر. في دورة حياة الطفيل الغير مباشر ان انا عندي، لو انا مثلا عندي مربي في قفص، فعندي ممكن العدوى تجيلي من الأسماك البرية وتدخل عندي القفص وترجع تدخل تاني في قشريات او أسماك برية تانية، وترجع تصيب مزرعة غير المزرعة بتاعتي وتتنقل من مزرعة للتانية ومن عائل للتانية. طيب الأمراض الطفيلية دي تقريبا أهم أو أشهر 10 أمراض طفيلية. أنا اخترت إن أنا هتكلم على اسم المرض والطفيل ودورة حياته أذكرها وشكل المرض والأعراض والأصناف اللي بتصيب.
اول مرض معايا هو الكريبتوكارينوزيس، ده المسبب المرض بتاعه كريبتوكارين ايريتانس. معلش هو مفيش ترجمه بالعربي غير ان انا كنت هكتب نفس الكلام ده بالعربي. فدوت اللي بيسموه مرض البقع البيضاء في الاسماك البحريه، في الاسماك الميه العذبه بيسببه الايه مالتيفيتس. طبعا دوره حياته مباشره، هنا هو عندي السمكه بتصاب بالطور المعدي، بتدخل جوه السمكه بتقعد فتره حياتها وبعد كده بتخرج وبتتحوصل وبتبتدي تصيب اسماك جديده. طبعا الاجزاء المصابه في الجلد والخاشن. في المرض بتاع المارين وايت ديزيز سبوت ديزيز، عندي السمكه من بره ممكن بيبقى عليها كميه مش هقول حواصلات لكن اكنها مبدوره رده، وبتديني ملمس في بعض الاحيان في الاصابات الشديده زي ورقه الصنفر. فده بالنسبه للكريبتوكارينوس. هنا هو دي الصوره بتاعه المرض، السمك بيبقى متغطي بالوايت سبوت بتاع الحواصلات بتاعه الطفيل. المرض الثاني هو الترايكودونيوزيس، اللي المسبب بتاعه هو الترايكودونيا. طبعا دوت طفيل مباشر بيصيب الجلد والخياشيم والانواع السمك اللي بتصيبه في الدنيس وفي الاروس. هنا هو عندي الطفيل ابتدى ان هو ينتشر على جلد السمكه ويبتدي يتاكل، اكل في الاول السكيلز او القشور وبعد كده دخل في الجلد لحد ما ابتدى ياكل في العضلات ويعمل اصابه كبيره في السمك. ثالث مرض هو الاميلودونيوزيس، هو طبعا الاميلودونيا، ده بيسموه مرض القطيفه او الفيلفت ديزيز. طبعا دوره حياته مباشره، عندي السمكه بتبتدي ان هي تبلع المسبب او الانفكتد ستيج، وبعد كده هو بتتحوصل من 6 ل 7 ايام في درجه حراره 25 درجه مئويه، ويبتدي يظهر لي الحواصلات اللي بتحتوي ايضا على صغار الطفيليات اللي ممكن بعد كده تصيب الاسماك الغير مصابه. هنا هو دوت شكل الخياشيم في المصابه بالاميلودونيوزيس، ودي صوره مجهريه للخياشيم. السيتوكوسيلياتوزيس دوت برضو المسبب بتاعه مجموعه اليوريميا. هنا هو عندي دوره حياه الطفيل برضو مباشره. المناطق او الاجزاء اللي بيصيبها الطفيل هو الجلد والخياشيم، وبيبقى موجود في الدنيس وفي القرص. لو نلاحظ هنا هو هنلاقي ان ابتدى يحصل ألسر او قرح على الجلد بسبب تاكل الجلد من بواسطه الطفيل. الايبي كومبليكسيان او مجموعه الايبي كومبليكسيان ديت اللي هي فيها الالبيريا والكوكسيديا. طبعا الكوكسيديوزيس المرض اللي بيعمله الكوكسيديا في السمك، دوره الحياه بتاعتها مباشره وبتبقى موجوده في الامعاء. و اكثر انواع الاسماك المصابه او يعني عرضه للاصابه هو القاروص. هنا هو عندي الطور المعدي بيبتدي يدخل في الامعاء ويبتدي يتحور لحد بعد كده ما يخرج ويكون لي جميد او زيجوت، وبعد كده هو بيخرج من السمك ويبتدي يصيب اسماك اخرى. بعد كده هو عندي مجموعه الميكسوزوال ديزيز، ديت مجموعه من المسببات المرضيه او الطفيليات اللي بتندرج تحت اسم الميكسوزوال. في عندي السيستميك سفيروسبوروزيس والبولي بروبلازموزيس والتستيكولار سفيروسبوروزيس والرازر نايف سيندروم وسيراتو مايكوزيس.
دول معظمهم بيبقى الطفيليات غير مباشره. في بعض الاماكن بتصيب السمكه زي الانسجه الضامه وبتبقى موجوده في الاعشاء الداخليه وبتبقى موجوده في الكدني وبتبقى او الكلى والحويصله المراريه وفي الكلى والخصيتين والامعاء والحويصله المراريه. الانواع اللي بتصيب او الاسماك اللي بتصاب بالميكسوزوان هو الدنيس والاوز. هنا هو دوت اول نوع من السفارو سبورا. دوت موجود في الانسجه بتاعه جدار الامعاء وديت شكل الحواصلات وشكل الامعاء بعد الاصابه. طبعا عندي بتبتدي هومرج او مناطق نسفيه في الامعاء ديت بسبب الطفيل. وعندي برضو طفيل تاني هو الاسفاروسبورا سباريس ديت بتبقى موجوده في الكلى وديت بعمل لها دايجنوزس او بعمل لها تشخيص عن طريق الويت ماونت للبوستيريور كيدني. هنا هو الاسفاروسبورا تستيكولاريس ديت بتبقى موجوده في التستس او الخصيتين وديت بتعمل لي كاستريشن او اقصاء لانها بتعمل نيكروزس او ضمور شامل للخصيتين فبالتالي السمكه بتبقى عقيمه. الانتيرو ماكسيمم ليد ديت بتبقى موجوده في الامعاء وديت بتعمل لي استسقاء وانتفاخ في جدار المعده بالاضافه ايضا ان هي بتعمل لي حاجه اسمها نايف او رازر سندروم اللي هي ظاهره السكينه او الموس. لو من هو لاحظنا ان انا عندي ظهر السمكه فيري شارب او حاد جدا فعلشان كده هو سموها ظاهره السكينه. هنا هو الصوره ديت بتبقى واضحه. الطفيل ممكن يعمل اماسيشن للسمكه ويخليها في الشكل. المايكروسبوريدوزيس ديت برضو مجموعه من الطفيليات تندرج تحتها المايكروسبوراديا والانتيروسبورا. بتعمل لي الانتستاينال مايكروسبوريدوزيس او العدوى في الامعاء ودوره حياتها بتبقى غالبا مباشره وديت بتصيب في سمك القاروص والدنيس في الانتستين. هنا هو عندي المايكروسبوراديا سيستم او الحويصله اللي بتبقى موجوده في العضلات اللي موجوده في ديل سمكه الدنيس. المونوجينيا هي برضه طفيليات بس ديت ميتازوا او عديدة الخلايا ديبليكتون ايكوانس ايكوانس والبولي سايتوكوليا او السبايروكوتيل كريسبوري. الامراض معلش هي اسامي تقيله وغلس معلش بس هي ملهاش ترجمه بالعربي. دوره حياه الطفيل ديت بتبقى دورات مباشره والاسماك اللي بتصيبها هي الدنيس. طيب هنا هو السبايروكوتيل دورة الحياة بتاعته هي دورة مباشرة وزي ما احنا شايفين بيبتدي ان الطفيل ممكن يتعلق على الشباك بتاعة القفص ويقعد فترة ويتحوصل لحد ما يوصل للطور المعني وبعد كده يرجع يصيب الاسماك مره اخرى. هنا هو دوت شكل الطفيل وجواه السبورز بتاعته والاكس. طيب عندي الدايجينيا
عندي كارديكولا ريوراتا بتعمل لي مرض اسمه الكارديكوليوزيس، دوره حياته غير مباشره، وديت البيض بتاع الطفيل بيبقى موجود في الخياشيم. طيب الكارديكولا ان هو الخياشيم بتبقى موجوده في الطفيل بيبقى موجود في الخياشيم، وبيبتدي ان هو يعمل لي نكروزس او ضمور في الخياشيم، والسمكه بتبتدي تفقد خاصيه التنفس وبيبقى عندي نفوخ. الكراستيشن او القشريات في الامراض الطفيليه، عندي الكوبوبودا اللي هي مكفيات الارجل والايزوبودا متساويات الارجل، عندي الكوبوبودا انفستيشن والايزوبودا انفستيشن، غالبا بتبقى دوره الحياه بتاعتها مباشره من سمكه للسمكه. الطول المعدي على طول بيتنقل من السمكه عن طريق الفم او عن طريق الخياشيم. في القاروص واشهر امراض اشهر انواع الاسماك اللي بتصاب بالكوبوبودا والايزوبودا، بالاضافه ايضا للدنيس اصبعيات. دوت شكل الطفيل في الخياشيم. وطبعا الوفيات في الكوبوبودا بتعتمد على كثافه التربيه، والضرائب بتزداد في فترات يعني كل ما الجو بقى ادفى اكتر كل ما الاصابه عندي بقت شديده والوفيات بقت اكتر عندي. دوت ان هو برضه شكل الايزوبودا. الطفيل دوت طفيل مشهور بيبقى موجود داخل فم السمك. طيب ازاي اقدر اتعامل مع العدوى الطفيليه؟ قبل اي حاجه الامان الحيوي، لو انا ما عنديش امان حيوي يبقى اي حاجه انا هقولها تاني هتعتبر هزار. اهم حاجه الامان الحيوي، الوقايه خير من العلاج. ولكن عندي حاجات مانجمنت ممكن اقدر اعملها ان انا بعد الامان الحيوي ممكن الحق ان انا اغير الميه بتاعتي باستمرار. ديت حاجه سريعه وممكن تلحقني وتقلل نسبه الوفيات عندي، وان كان دي مش حاجه اكوريت ومش حاجه هتوقف ولا هتمنع المشكله بشكل نهائي، لكن لازم ان انا اجفف واطهر المزرعه بتاعتي. في بعض الكيماويات اللي ممكن تستخدم كحمامات للعلاج من الامراض الطفيليه او الاصابات الطفيليه، زي حمامات الفورمالين وبرمنجانات البوتاسيوم وحمض الاسيتيك وكبريتات النحاس. بعد كده هو عندي مرضين فيروسيين، دول احنا اتعرضنا لهم واحنا موجودين في ايطاليا. المرضين دول عباره عن الليمفوسيستس ديزيز والفيرال انسيفالوباثي اند ريتينوباثي فيروس. الاثنين دول مرضين، واحد عصبي والثاني الى حد ما ليفي، او يعني بيصيب الكونكتيف تيشو او الانسجه الضمه. اول مرض الحويصلات تبقى بيضاء او رماديه متعدده او وحيده على جسم السمكه، بتبقى موجوده على الجلد والزعانف، بتصيب الدنيس في كل اعماره. اما المرض الثاني البيتا نودا فيروس، فدوت الى حد ما اعراضه عصبيه، فلا يوجد اي اعراض غريبه غير بعض الانفليشن بتاعت السون بلادر او انتفاخ حويصلات العوم وبعض الكدمات، وديت نتيجه النكروزس او الضمور اللي بيحصل في العين، فالسمكه بتبتدي تخبط في جدار المزرعه. اول مرض الليمفوسيستايتس ديت موجود عندي الحويصله بتبقى كبيره بالشكل دوت، ودرجة حرارة المية بتبقى حوالي 20 درجة مئوية، لو أعلى من كده هو الفيروس مش هيتحمل درجة الحرارة ديت، وغالبا السمك بيشفط بعد عدة أسابيع. المرض الثاني درجة الحرارة ممكن توصل لأكثر من 25 درجة مئوية،
والتغيرات اللي بتحصل او اللي انا بشوفها نتيجه الاصابه بالمرض الفيروسي دوت هو تغييرات في سلوك السمكه اثناء العوم، فما بتقدرش تحافظ لا على سرعتها ولا على اتزانها ولا على اتجاهها. للاسف الوفيات بالفيروس دوت بتبقى بنسبه 100% وملوش علاج.